أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرحب بكم في هذه الدار التي نرجو أن تأموها جميعا لتنهلوا من هذا الفكر الذي نحتاجه جميعا، واليوم نقدم إليكم محاضرة بعنوان الدين ورجال الدين عبر السنين. وخير ما نفتتح به هذه الليلة القرآن الكريم، ويتلوه علينا الشيخ عبد المولى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وفوق كل ذي علم عليم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، واتقوا الله، إن الله سميع عليم. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي، ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى، لهم مغفرة وأجر عظيم. إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون. ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم، والله غفور رحيم. يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. واعلموا أن فيكم رسول الله، لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم، ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان، أولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعمة، والله علي والله علي والله حليم حكيم. صدق الله العظيم. السلام عليكم. محاضرة اليوم كما ذكرت الدين ورجال الدين عبر السنين، ويقدمها إلينا الأستاذ محمود محمد طه. وقبل أن أقدم السيد المحاضر، أحب أولا أن أذكركم بأن كثيرا من الآراء التي تقدم في هذه المحاضرات
مبذول في الكتب التي يقدمها الحزب الجمهوري، وهذه المحاضرات هي توضيح لما في هذه الكتب بقدر ما هي دفع للناس لأن يعودوا إلى هذه الكتب ويقرؤوها قراءة جيدة متماعنة. ونرجو أن يلاحظ السادة المستمعين هذا الأمر. والمحاضرة اليوم هي عن الدين من يوم أن بدأ الدين في صورته الأولى، وعن رجال الدين كذلك من يوم أن أصبح هناك رجال دين. وهذا الأمر وإن كان يبدو غريبا لأول الوهلة، إلا أنه أمر لو فكرنا فيه نجد أن الدين ورجال الدين أمر قديم. في القديم تولى بعض الناس أن يكونوا هم رجال دين ويكون غيرهم معتمدين عليهم أو يأخذون الدين عنهم. وهذه الصورة بالطبع إن صلحت لوقت من الزمان فإنها مؤكد لا يمكن أن تستمر في هذه الصورة، كما أن كثيرا من الصور الأخرى مثلا في السياسة الناس بدأوا يوكلون أمورهم إلى بعض الناس، وأخيرا كما رأينا الناس يحاولون أن يتولوا أمورهم بأيديهم. ولا أطيل عليكم، أن أقدم الأستاذ محمود محمد طه في محاضرة الدين ورجال الدين عبر السنين. بسم الله الرحمن الرحيم. حديثنا في هذه الليلة هو الحلقة السادسة من سلسلة الدين ورجال الدين عبر السنين. وأمر الدين أمر في غاية الدقة، في غاية القدسية إن شئتم. يمكن للإنسان أن يتكلم جزافا عن عشرات المواضيع، لكن عن الدين أي إنسان يرجو لله وقارا يعظم الله ويعظم شأن الله لا يمكن أن يتحدث فيه إلا بالوقار والتقديس اللائق. قال له اخلع عليك إنك بالوادي المقدس. أمر الدين سير في الوادي المقدس، وهو أمر يحتاج إلى كثير من الوزن وكثير من الحذر قبل أن يقول فيه الإنسان برأيه. والحقيقة ما من دعوة دينية ناقصة إلا وهي فتنة تمر الدهور والسنون قبل أن يمحى أثر هذه الفتنة. ونحن نعرف في تاريخنا صور من تلك الفتن الشنيعة التي أكلت الأخضر واليابس باسم التعصب، باسم الدين، باسم الغير على الدين، وكثير من الجهالات لا يظهر فيها شيء من الدين، وإنما يظهر فيها شيء كثير من سخامات النفوس وأحقاد النفوس وبغاينا. أمر الدين أمر علم، وهو أعز العلوم اللي هو المعرفة بالله. ومولانا هنا جزاه الله خير افتتح بآية
وفوق كل ذي علم عليم. وفوق كل ذي علم عليم معناها تبتدي من العالم بطرف من الشريعة لا يصح العمل إلا به، وتنتهي عند علام الغيوب الله جل جلاله. والناس تفاوتوا من العلم المحدود سائرين إلى العلم المطلق، والعلم المطلق عند الله ولا يبلغه إنسان إطلاقا. لكن كل من يعلم ذلك لا يستطيع أن يزعم أنه هو عالم بالقدر الذي يجعل يجازف بوصف الناس بالأوصاف التي قد يكون هو متورط فيها. مولانا برضو قرأ: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. ده تحذير ربنا للأمر أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. وما من جواز مرور التكلم في أمر الدين إلا هو قائم على العلم، لأن العلماء هم الذين يعرفون الله ويرجون له الوقار ويخشون أن يقولوا بما لا يعلم. وفوق كل ذي علم عليم. والدين عندنا اتحجر عندما ظننا أن يمكن أن نستقصيه. أحب أن نقول أن الدين أول عندنا وآخر عند الله. إذا كان نحن عرفنا الحقيقة دي بس أفتكر بنكون حذرين في الكلام عن الدين، أن نعرف جهلنا أكثر مما نعرف علمنا. العارف يعرف أنه جاهل، والجاهل يذهل على أنه جاهل ويدعي أنه عالم. هنا ربنا قال: أفغير دين الله يبغون، أفغير دين الله يبغون وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون. عندما ترى أنت دين الله بالمعنى ده تشعر أنه خرج عن العقيدة، خرج حتى عن رسالات الرسل. الدين بالمعنى ده هو إرادة الله، الدين هو إرادة الله بهذا المعنى الواسع الذي خضع له كل ما في الوجود طوعا وكرها. ده دين الله. ربنا أراد الدين ده، والدين ده فيه الخير والشر، فيه الهدى والضلال، فيه المتناقضات كله. ما من مؤمن آمن إلا بقضاء وقدر، وما من كافر كفر إلا بقضاء وقدر. من آمن، حديث نبينا قال: من آمن فقد آمن بقضاء وقدر، ومن كفر فقد كفر بقضاء وقدر. ربنا في إرادته الوجود كله خاضع لها، له ما في السماوات وما في الأرض، له ملك السماوات وملك والأرض. تلقى القرآن كله يسوق أن الملك كله لله. بعدين جاء العارفين بالله، العلماء اللي بيقول عنهم ربنا: إنما يخشى الله من عباده العلماء. العلماء هنا العارفين بالله، مش العلماء بالفقه، العلماء هنا العارفين بالله. إنما يخشى الله من عباده العلماء، العلماء بالله. هنا قالوا العلماء أنه لا يدخل في ملك الله إلا ما يريد، كل ما في الوجود ملك الله، لا يدخل في ملكه إلا ما يريد. قالوا دي قاعدة توحيدية. القاعدة التوحيدية الثانية عندهم: لا يعرف الله إلا الله. والدين منهاج ليعرف الإنسان الله، والمعرفة الإلهية سير من المحدود للمطلق لا نهاية لها إطلاقا. الناس في الوجود ده سائرين لله، وفي البرزخ في قبور سائرين لله، وأهل النار في النار سائرين لله، وأهل الجنة في الجنة سائرين لله، والسير سرمدي، وأن إلى ربك المنتهى ولا منتهى. الدين هو المنهاج اللي بنسير به لله. الدين المعاملة، نبينا قال الدين المعاملة،
الدين في اللغة معناها المعاملة، زي ما يقول كما تدين تدان، زي ما تعامل تعامل. هنا الدين المعاملة، المعاملة لله بالعبودية وللخلق بالمحبة والزمالة والأخوة، لأن الخلق في الحقيقة من حيث أنهم عيال الله وخلق الله هم أخواننا في الله، ومن حيث أنهم أبناء آدم وحواء هم أخواننا في الأمومة والأبوة. فالدين المعاملة، معاملة الناس كأنك بتعبد الله، معاملة الخلق بالإحسان بالحسنة بسعة الأفق بالمحبة بالتسامح، بأن أيسر ما تعمل في معاملتك أن تكف شرك عنهم وأن تحتمل شرهم، أيسر ما يمكن أن تعمله إذا كنت مؤدب بأدب الدين. ومعاملة للخالق بالعبودية والرضا والانقياد له. هنا جاء الإسلام. فغير دين الله يبغون، ربنا قال إن الدين عند الله الإسلام، ديروا في إرادته دي هو الإسلام. الدين بالمعنى اللي قريناه في الآية الأولانية الواسع ده هو إرادة الله زي ما قلنا، ويدخل فيها الخير والشر. لكن ربنا أرسل الرسل ليخرجوا البشرية في دين الإسلام من الخير من الشر إلى الخير. العارفين برضو يقولوا أنه الله أراد شيء ما رضاه. الإرادة عامة فيها الثنائية، فيها الخير والشر، فيها الهدى والضلال، فيها الكفر والإيمان. لكن ربنا مع أنه أراد الكفر لكنه لا يرضى إلا الإيمان، ومن أجل ذلك أرسل الرسل ليعلمون كيف نخرج من الكفر إلى الإيمان. وقال إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر، وإن تشكروا يرضه لكم. عندما جاء الرسل بالصورة دي جاء الدين الإسلامي اللي بنتكلم عنه نحن هسه. فالإسلام في الحقيقة كمنهاج حياة، كأسلوب حياة، كقانون مسير الحياة دي بكل عناصرها سابق للإسلام كدين. والبشرية تطورت فيه من عهود سحيقة في البدائيات، حتى أن الإنسان زي ما قال عنه ربنا هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، يعني قال قد أتى على الإنسان زمن طويل ما كان شيء مذكور ولا مكلف، ما عنده عقل. لغاية ما تطورت الحياة بالصور دي من بدائيات لمن جات في درجة العقول، جدين المرسلين به الرسل. إن الدين عند الله الإسلام. الآية دي تجي في سياق زي ده، شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم إن الدين عند الله الإسلام. امشي في سياقه. عندما تعرف أنت شهد الله أنه لا إله إلا هو، دي شهادة الله عن نفسه وهي عنده في ذاته. دي العبارة اللي قلت لكم العارفين قالوا لا يعرف الله إلا الله. نحن في الأرض نقول لا إله إلا الله، في الأرض نقول لا إله إلا الله، ربنا في إطلاقه يقول لا إله إلا الله عن نفسه. إذا عرفنا الفرق الكبيرة بالصورة دي عرفنا أن الدين لا يتناهى. إن الدين عند الله الإسلام، عند هنا ما بتأخذ من اللغة العربية، أنت عند مش ظرف زمان ولا ظرف مكان، عند للكمال. إن الدين عند الله الإسلام لا يتناهى إطلاقنا الإسلام، ونحن نسير فيه كل ما ترقينا وكل ما فهمنا. الإسلام محتمى في القرآن، اشتمل عليه القرآن. الإسلام ما بيتطور، لكن نحن كل ما فهمنا وعرفنا وأدركنا وتوسعت مداركنا وعقولنا نطور فهمنا له، نتطور نحن في فهمه. قبل يومين هبطت سفينة الفضاء اللي انتوا بتقروا عنها باستمرار، قبل يومين بعض الأخبار تقول أنها اختلفت عن ميقات المحدد لها في 6 أيام بدقيقة. جايز يكون الأمر ده فيه مبالغة، لكن ما من شك أنه الجميع رصده كان دقيق دقة، كأنما هي تجربة عملت للمرة الرابعة والخامسة. في 6 يوم
سفينة الفضاء طارت وفيها 6 من رجال الفضاء الأمريكان، 3 من رجال الفضاء الأمريكان، دارت 10 دورات حول القمر في قريب من 20 ساعة، ثم انطلقت من هناك لتجي تنزل في المحيط الهادي في محل مترقب أن تنزل فيه والتقط ناسا. إذا كان نحن قلنا عن الكلام ده في مستوانا الحاضر من مجتمعنا الحاضر، بعدين فكرت انت في العهد اللي ربنا نزل فيه الإسلام، والإسلام منهاج يسوقنا من الأرض في لا إله إلا الله في الأرض لا إله إلا الله في السماء، يبقى هل يمكن أن تكون كل الصور اللي نحن بنحل بها مشاكلنا في الوقت الحاضر هي الصور اللي حلت مشاكل المجتمع في القرن السابع؟ المسألة عايزة تفكير قليل، أنا قايل ما عايزة حاجة كثيرة، لكن الوهم بيجي من أننا بنعتقد أن الدين جاي من الله، الدين نازل من السماء جاي من الله، والله عارفنا لما كنا بنركب الناقة والجمل، وعارفنا لما بنركب الصاروخ، ولذلك جاب لنا شريعة تصلح في الماضي والمستقبل، وده كثير من الناس يقولوه بالصورة دي. أنا أحب أن نفكر في الأمر ده شوية، هل الدين فعلا نازل من السماء؟ هل السماء والأرض ملك الله؟ هل ما يكون في الأرض هو بإرادة الله، وما يكون من السماء هو بإرادة الله؟ الناس بيفتكروا أنه ما ينبت من الأرض هو من الشيطان، وما يجي من السماء من الله، لكن العبارة اللي قلت عليكم من العارفين قالوا لا يدخل في ملكه إلا ما يريد، دي هي القاعدة العرفانية الحقيقية، وأن الشيطان هو في طاعة الله حتى عندما يغوي، كل الوجود ده ماشي في طاعة الله، بل الحقيقة أن التوحيد يقول كل الوجود داعي لله، بل العارفين يعرفوا أن إبليس داعي لله، ما في الله ما عنده عدو في الحقيقة، عنده عدو في الشريعة، والشريعة دي اعتبارية، عندنا نحن بنفتكر أن نحن عندنا أعداء، الله عنده عدو، لكن الوجود ده كله خاضع لله خضوع تام. لما تجي انت عند الحقيقة ما في اطلاقا عدو لله، كل الوجود داعي لله بألسنة فصيحة. هنا حقيقة الدين نبت من الأرض وألمت به السماء، زي نباتنا ده كله، نحن نبتنا من الأرض، والله أنبتكم من الأرض نباتا، ما نقتاد به من حيوان ومن من 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 نبات نشأ من الأرض بعوامل أسباب السماء، يعني حرارة الشمس ضروري للشجرة دي، المطر ضروري للشجرة دي، الطقس اللي بيجي من الشمس ضروري للشجرة دي، عوامل الأرض وعوامل السماء التقت لتوجد الوجود ده. الدين نشأ من الأرض بالصورة دي بإرادة الله، لكن ربنا أرسل له أنوار السماء لتنتقي منه الصالح، أو بالمعنى الآخر اللي قلناه لتسير الناس من الإرادة اللي فيها الخير والشر إلى الخير الصرف. والحقيقة الإنسان العارف يشوف الصورة بالشكل ده، هل الدين في الأرض يمكنك أن تقول عليه زي البذرة اللي بيبذر الفلاح، الفلاح بيشتت القمح في التربة وبيوجد الظروف اللي بتنشئ التربة، القمح بيقوم معه القش، القش مش مطلوب، القمح مطلوب، يجي الفلاح بيعرف القش من القمح، يلقط القش ويسيب القمح، يجد فرصة لينمو وينتج. الأنبياء ربنا أرسلهم بالصور دي، العادات نشأت من أرض الناس فيها الصالح والطالح، فيها الفاجر وفيها البر، الأنبياء أرسلوا زي الفلاحين يلقطوا العادات السيئة يرموها بعيد وينموا العادات الحسنة، ولذلك انتوا تلقوا ديننا قائم على العرف، يأمرون بالمعروف وينهون على المنكر، خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. العرف وشنو العرف؟ ما تواضع عليه الناس على شرط ألا يعوق غرض من أغراض الدين، وده أصل التشريع، شرائعنا قائمة على العرف، لكن العرف المعوّد خطأ، العرف اللي بيهدر كرامة الإنسان خطأ، يجوا الأنبياء يصححوا. مثلا كان العرف أن البنت بتوأد حية، يقال وإذا الموؤودة سئلت بأي ذنب قتلت، انتهت. هنا الأعراف هي في حقيقة وصول الشرائع،
الحاجة ان احنا عايزينها تكون واضحة هي انه ما نبت من الارض وما ألمت به واسباب السماء هو الدين، ولله ملك السماوات والارض. هنا تجي تلقى انه ربنا بسير الوجود ده له بقدمين زي ما نحن بنسير برجلين من يمين وشمال، الوجود ماشي. لما نقدم رجل مادة كأنه قدم الرجل الشمال، يعني في وقتنا ده الناس ماشيين لي الله، وربنا هو العلم الأمريكان أن يمشوا للآفاق بالصورة اللي انتوا شايفينها ويرجعوا، وده سير نحو الله. بعدين زي ما انت ماشي لما تقدم رجلك الشمال بتقدم رجلك اليمين، بل الحقيقة شايفك ماشي مجرد من قدمت رجلك الشمال بيعتقد أنك راح تقدم رجلك اليمين توت. ولذلك العارفين لما نشوفوا سير الحياة بالصورة دي يعلموا أن الله رح يتأذن بأن تقدم البشرية رجل الروح بعد أن قدمت رجل المادة. وناس كثيرين الواحد يقول لك أنه الوجود في الوقت الحاضر متقدم فعلا ماديا، الحياة المادية متقدمة، لكن البشرية ما تقدمت من الناحية الروحية. ده اللي يقول لك أنه يمكن للشريعة في القرن السابع أن تطبق بحذافيرها بصورة في القرن الحاضر، لكن دي مجرد جهالة، لأنه الإنسان الدين جل يوجه طاقته الإنسانية. أنت إذا كنت مثلا بتركب الناقة وبتركب الجمل، من المؤكد طاقتك المودعة في عقلك وفي قلبك تختلف عنك أنت نفسك يوم تركب الصاروخ والطيارة والسيارة. والدين جاء مش لينظم الحياة الدنيا إلا لتكون وسيلة للأخرى. فالإنسان الحاضر طاقته كبيرة، والإنسان الحاضر يمكن لأول مرة يظهر في الوجود، الإنسان المعاصر بالمستوى المعاصر لأول مرة في تاريخ التطور البشري يظهر، هو الإنسان المتفتح عقله وقلبه ويطلب الحرية، يطلب الكرامة الإنسانية. الكرامة الإنسانية ظلت وقت طويل مهدرة لغاية ما نحن عندنا استغلال الإنسان للإنسان في صورة الرقيق. فسع الرقيق في وجه الأرض كله مطارد، لكن بقى استغلال الإنسان للإنسان في صورة النظم الرأسمالية والنظم الدكتاتورية والنظم الاستعبادية للناس. الناس سائرين ضدها، عايزين الحرية. أنت إذا كنت عايز تبشر بديننا في مستوى الإنسانية الحاضرة، لا يمكن عقلا ولا دينا أن تقول للناس أرجعوا للشريعة الماضية بكل حذافيرة وجيبوها نقولوها لقدام. الدين ثابت، البشرية كل ما مشت لأمام بتفهم فيه أكثر، لكن كل ما فهمت فيه أكثر اتطلبت شريعة متطورة في مستواها هي. الدين ثابت، الشريعة ما ثابتة. الدين ثابت، الناس بتطوروا فيه، والقاعدة فيه التوحيد مبني على المعرفة الخارجية والمعرفة الداخلية. ربنا يقول سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. أولم يكفي بربك أنه على كل شيء شهيد، أنه على كل شيء شهيد. سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. أولم يكفي بربك أنه على كل شيء شهيد. هنا التوحيد في المعرفة في الخارجية يعان عندما يجي في المعرفة الداخلية. بمعنى آخر، عندما نعرف الوجود الخارجي بالوسائل اللي عندنا من العلم التجريبي زي ما هي المرحلة الحاضرة، نحن في الحقيقة بنستعد لنجود التوحيد عندما نرجع لكلمة التوحيد والعبادة في الدين. والتوحيد ما عنده قيمة لله، قيمته لك أنت. الله غني عن أن تعبد أو توحد، وأنت ما تستطيع أن توحد وشهد أنه لا إله إلا هو، أين تقع شهادتك من شهادته؟ لكن لا إله إلا الله قيمة لنا أن نوحد نحن ذواتنا الإنسانية دي، حتى أن العارفين قالوا التوحيد صفة الموحد، والموحد هو الإنسان اللي استطاع أن يوحد القوى المودعة في بنيته، العقل والقلب مثلا دي القوى المودعة فينا ان احنا بننميها بالمعارف الدينية بالتوحيد. الموحد هو اللي زي ما قال عنه القرآن، قال يا ايها الذين امنوا لما تقولون ما لا تفعلون. كبر مقتا عند الله ان تقولوا ما لا تفعلون. الموحد هو الحر، هو الذي يفكر كما يريد ويقول كما يفكر ويعمل كما يقول.
اللي بيستعيد وحدة الفكر والقول والعمل في بنيته هو الموحد. إذا ما مشى له البشرية وما بتتطلب البشرية ما عايز الدين يفتح الطريق له. حاجة البشرية في اليوم الحاضر للحرية، الحرية الجماعية في مستوى تنظيم الجماعة، والحرية الفردية في وحدة البنية المنقسمة اللي هي حظي وحظك في الوقت الحاضر. أنا وإنت في الوقت الحاضر منقسمين، أنا وإنت منافقين، في حاجة جوا نكتمة وحاجة برا نقولها، كأنما في صراع داخلي. ما بنلقى نحن كمالنا ولا إنسانيتنا ولا رجولتنا، ولا بنكون في سلام مع الآخرين قبل ما نحقق الوحدة دي، لنكون في سلام مع أنفسنا. الصراع الداخلي هو صبا الصراع الخارجي. عداواتنا للآخرين منعكسة من عداواتنا الداخلية، ولا يمكن أن يكون في سلام مع الخارج إلا إذا كان في سلام مع الداخل. والسلام مع الداخل يجيب الإسلام بالمعنى ده. الإسلام بيحاول يعلمك ويعرفك ويحررك من الخوف حتى لا تراي ولا تنافع، تفكر بحرية وتقول كما تفكر، ما في داعي للتدليس والغش، وتعمل كما تقول، ثم تتحمل مسؤولية عملك. ده ما بسوقنا له الإسلام، وده من المؤكد أنه الوضع العايز شريعتنا تتطور في بعض صورها. هنا في لبس تاني تقول في أذهان الناس، وأن الشريعة هي الدين. هسع في الوقت الحاضر اللي بتكلم عن الدستور الإسلامي يقولوا، تلقاه الواحد يقول مصدر التشريع يكون عندنا الشريعة الإسلامية. أي واحد بيفهم الأمر ده يشوف أنه كأنما أنت بتستنبط فروع من فروع. الناس يقولوا مصدر التشريع الدستور. نحن مثلا عندنا الدستور هو القرآن، الشريعة الإسلامية فرع من أصل. إذا أنت عايز، أنت إذا كان بتعرف أمرك اللي بتتكلم عنه تقول مصدر التشريع القرآن. بطبيعة الحال يمكنك أن تقول السنة، لكن السنة في القرآن ذاته. يعني أنت إن قلت القرآن قلت السنة، السنة بتزيدك وضوح. إن قلت القرآن والسنة هي المصدر، الشريعة طرف. هنا أنا أفتكر إجي موضوع الخلاف بيننا وبين أصحابنا في المددة. أنا أحب أن أقول لكم حاجة، هي أن ربنا هو نزل الشريعة للناس، لكن ربنا ما بشرع لكماله حتى نقول الشريعة كاملة بالمعنى ده. ربنا بشرع لضعف الإنسان، وضعف الإنسان باستمرار هو متطور منه ليدخل في كمالات. فوق كل ذي علم عليم اللي قال ربنا عنها في القرآن، أن الناس باستمرار في درجات من المعارف وهم سائرين لله باستمرار. ربنا بشرع لضعفنا ولنقصنا، حتى ما بشرع للأمة في مستوى قوة النبي، بشرع لها في مستوى ضعفها هي. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. نبينا قال نحن معاشر الأنبياء أمرنا أن نخاطب الناس على قدر عقولهم. هنا لما جاءت شريعتنا نزلت لمجتمعنا في القرن السابع، نبينا كلف بما لم تكلف به الأمة. الإنسان العارف دقائق الدين يشعر من الأول نحن كانت عندنا شريعتين، شريعة نبينا كنبي وشريعته كرسول. برضه تحتاج لتوضيح، هي أن الإنسان بيعتقد من التعريف اللي بنتلقاه نحن وأنتم في المدارس الأولية، بنعتقد أن النبي أمر بأن يبلغ شريعة نبوته. النبي مثلا الرجل من البشر أوحي إليه بشرع ولم يؤمر بتبليغه، إذا بقى رسول يبقى تعريفك له ويجي الرسول رجل من البشر أوحي إليه بشرع وأمر بتبليغه. أنت عندك قبيلك أنه ما من رسول إلا هو نبي، يقوم اللبس بأننا نحن بنعتقد في حسب التعريف ده وحسب المعارف اللي عندنا أن النبي أمر بأن يبلغ شريعة نبوته للناس. والمسألة دي أنا بقولها بالصورة دي لأنه بواجهونا ناس لما نقول أنه نبينا ما أمر أن يبلغ كل ما عنده من شريعة يقولوا ده كتمان، لكنه ما كتمان. النبي كلف هو في مستوى قمة، في مستوى أصول، بعد ما وعد الإعداد ده على الأصول أرسل لأمة دون بكثير ليبسط لها الحقائق، ليكون معلم لها يكلمها في مستواها. ونحن بنضرب به مثل كثير الأمر ده في البديهة المعاشة عندنا، بنرسل المدرس للمدرسة الأولية مثلا بعد ما يتم مرحلة الوسطى ويكون ناجح، بنرسله لمعهد التربية لسنتين يتخرج ليجي يدرس الأطفال الخامين اللي بيجوا من البيوت، الواحد عمره 7 سنين. هل المدرس الناجح هو اللي بيستطيع أن يبسط الحقائق للطفل الصغير ده، ولا اللي يبتدي يكلمه بكل ما يعرف؟ افتكر الصورة بتجاوب عن نفسها. المدرس بيعد ليجي يبسط الحقائق ليسوق الأطفال القصر،
النبوة صورة زي دي، النبوة إعداد للنبي ليكون مؤهل ليستطيع أن يبسط الحقائق للأمة. ولذلك الحديث النبوي في الأبوة في النبوة والرسالة جاي بالصورة دي، قال أدبني ربي فأحسن تأديبي، ثم قال خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. أدبني ربي فأحسن تأديبي دي نبوة، ثم قال خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين رسالة. نبينا هنا جاء بشريعة نبوته، والحقيقة شريعة نبوته أول ما خطب بها، حتى القرآن أول ما نزل بالنبوة، اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم، دي نبوة. ثم جاءت يا أيها المدثر قم فأنذر رسالة، ده من هنا جاءت حديث نبينا أدبني ربي فأحسن تأديبي، ثم قال خذ العفو وأمر بالعفو وأعرض عن الجاهلين. هنا إذا أنت عايز الدقة وين المفارقة بين شريعته في نبوته وشريعته لأمته، تلقى أمر المال، والحقيقة المحك المال، يمكن للناس أن يصلوا زي ما بصلي النبي، ويمكن أن يصوموا زي ما بصوموا، ويمكن أن يحجوا زي ما بحج، لكن عند المال بتظهر سخايم النفوس، عند المال يظهر الشح، الأصالة في التوحيد تظهر عند المال. لذلك الناس في شريعة ماشيين مع سنة النبي مع شريعته، إلا عند المال، أو أقول عند صلاة الليل هي موكدة وهي مفروضة في حقه، لكن عند المال شريعته غير شريعته. والسبب في الاختلاف عند المال لأن النفوس أصلها شحيحة بالمال. هناك ربنا يقول عنها ولا يسألكم أموالكم إن يسألكموها فيحفكم تبخلوا ويخرج أضغانكم. لا يسألكم أموالكم كلها، يعني يسألكموها فيحفكم تبخلوا ويخرج أضغانكم. هنا لأنه الشح هو الحاضر، هناك قال برضو ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا وأطيعوا وأنفقوا خيرا لأنفسكم ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. نبينا هنا لما يتربى على التوحيد وأصبحت ثقته بالله أكبر من ثقته في المخزون عنده، جاء أمره بشريعته في المال مختلف، قال له دي زكاته، يسألونك ماذا ينفقون قل العفو، العفو دي شريعته في الزكاة، والعفو هو فسره بكل ما زاد عن الحاجة الحاضرة، وقال لو توكلتم على الله حق توكلي لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. لو توكلتم على الله حق توكلي، دي الفرق بينه وبين أمته. الأصل ده ما شرع للأمة، بل اعتبر منسوخ في حق الأمة عندما جاءت الشريعة، جاءت آية فرعية قال له خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم. جاءت الزكاة هنا، نبينا ما زكى الزكاة ذات المقادير إطلاقا، لا تزكيه لأن زكاته في مستوى معرفته. يقال أن مرة عندما تقدم لأم أصحابه وأوشك أن يهوي بيديه في التكبيرة هرول للحجرة ورجع لقى الأصحاب مندهشين، قال لهم لعلكم راعكم ما فعلت، قالوا نعم يا رسول الله، قال فإني تذكرت أن في بيت آل محمد درهما فخشيت أن ألقى الله وأنا كانز. هذا مستوى زكاته، لأنه هو عندما يقول الله أكبر المقتضى أن يكون ما في قلبه إلا الله، وإلا يكون في كذب. فإذا كان في خزينة هناك مدخرة، الخزينة دي أصلا في الحقيقة ما بتكون إلا لأننا ما واثقين من الله تمام الثقة أنه رزق بكرة فيه. ولذلك أنا وياك عايزين نجتهد لأنفسنا، النبي ما عنده، الله أكبر إذا كان هو عايش لبكرة رزق بكرة فيه، وده صدق في المعرفة والتوحيد، دي شريعته، هذه سميت سنة، دي سنة النبي. نحن برضو نجي في خطيئة كبيرة من أخطاء الفهم اللي بيورطونا فيها الفقهاء هسه، يقولك أن سنة النبي هي قوله وفعله وإقراره. الحقيقة غير ده،
الحقيقة أن قول النبي شريعة، إقراره على الإطلاق شريعة، لكن قوله شريعة في بعض أقواله تلحق بالسنة، تعرف من أنوار العرفانية. مثلا قوله: كنت قد نهيتكم عن زيارة المغابر ألا فزوروها، دي شريعة. قولوا: إن الله احتجب عن الأبصار، عن البصائر كما احتجب عن الأبصار، وإن الملأ الأعلى لا يطلبونه كما تطلبونه، دي سنة لأنها لاحقة بالحقيقة، لأنها دليل على معرفته بالله. سنته هي فعله في خاصة نفسه. وقولوا شريعة، هو قال أنه قولي شريعة وعملي طريقة وحالي حقيقة. قولي شريعة وعملي طريقة وحالي حقيقة. ونحن مطالبين بأن نسير في المراقد كلها. شريعته هي ما عليه العامة. إذا أنت عايز تكون على دقة من أمر شريعتك، كن على طريقته. ولذلك الأصحاب والناس من بعدهم من الصوفية اللي قلدوه في صلاة الليل ما هي مفروضة عليهم، لكن دي طريقته هو والتزموها هم، لأنه طريقته شريعة موكدة أكثر من الشريعة العامة. فإذا كنت أنت عايز تصل لحقيقته أتقن تقليده. الذي إحنا عايز السوقنا لوين؟ لأنه ديننا ده مش راح يروح يرجع للناس تاني على مستوى الشريعة، هيرجع على مستوى السنة. إذا كان أدركنا أن السنة شريعة موكدة أكثر، وأن السنة هي عمل النبي في خاصة نفسه، لا يمكن أن يعود الدين مرة ثانية إلا ببعث السنة. وده السر في الحديث: بدأ الدين غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. قالوا: من الغرباء يا رسول الله؟ قال: الذين يحيون سنتي بعد اندثارها. لأن الناس افتكروا أن السنة هي قوله وفعله وإقراره، أصبح عندهم يحيون سنتي بعد اندثارها مفهومة غلط. يحيون سنتي بعد اندثارها كأنهم عندهم أنها الشريعة سنته، لكن الشريعة هي تفسير الدين وتحديد الدين بالتشريع في مستوى الناس. والعبارة الثانية اللي بيقولنا بتحتاج لتصحيح هي أن الشريعة مش هي الدين، الشريعة طرف الدين القريب للناس، الشريعة المدخل على الدين. الشريعة هي في الحقيقة المشرع، شرع إلى الماء شريعة، يعني فتح طريق ليرد الماء. ويمكن أن تقول الباب ده بمثابة الشريعة من الدين اللي هي الدار. أي إنسان يجي في الباب ما يمكن أن يتكلم عما في الدار إلا اعتباطا ورجما بالغير. وفي ناس كثيرين بيقفوا في باب الدار وبجاسفوا بما في الدار. في ناس كثيرين شريعتهم ما بتتعدى أن يقفوا فيها قبلهم بالصورة دي. وده ما عليه نحن في الوقت الحاضر. المسلمين ما على معرفة بالدين لأنهم بيقفوا على قشور الشريعة ما بيدخلوا فيه ولا جوا. الشريعة مدخل على الدين. نبينا قال فيها: إنما أنا قاسم والله يعطي. أنا قاسم يعني جيت ليعطي الشريعة، الله يعطي الحقيقة. إنما أنا قاسم والله يعطي، ومن يرد به الله خيرا يفقهه في الدين. ربنا قال: واتقوا الله ويعلمكم الله. اتقوا الله يعني اعملوا بالشريعة. التقوى هي لزوم الأمر والنهي، دي التقوى في أول أمرك. اتقوا الله يعني اعملوا بالشريعة، يعلمكم الله الحقيقة. ونبينا قال: من عمل بما علم أورثه الله علم ما لم يعلم. ما عمل بما علم هو الشريعة. يعني انت عرفت تتوضى لازم تتوضى، عرفت تصلي لازم تصلي، يعني الشريعة مقصودة للعمل، بعدين تجي المعرفة. من عمل بما علم أورثه الله علم ما لم يعلم. إذا جاء المثل، إذا الحقائق دي تقررت أنه نحن لا يمكن أن نعيد ديننا مرة ثانية إلا ببعثنا لسنة نبينا، أصبح من المؤكد أنه في توكيد في أن الشريعة تتطور في بعض صورة لتقرب لسنته. ما من سنة المال بالصورة ديك، ولا من سنة في مسألة السياسة، في مسألة الشورى ومسألة الاقتصاد، الاثنين سنة ما في مستوى الشريعة. في مستوى السياسة هو رجل في كمال الرجولة وتحمل المسؤولية الفردية، ولذلك هو كان أصيل فرد اكتملت فرديته، يحتمل مسؤولية الفردية دي.
في مسألة المال كان معرفته بالله في المستوى اللي يكون ثقته بالمخزون عند الله أكبر من ثقته في المخزون عنده. وذيل الحقيقة الاثنين عناصر توحيد. نبينا في التوحيد هو بيقول لا إله إلا الله محمد رسول الله، أبو بكر يقوله وعمر يقوله، عبد الله بن أبي سلول رئيس المنافقين يقوله، لكن الاختلاف الكبير في التحقيق. نبينا لما قال لا إله إلا الله وقال أبو بكر الفرق بيناتهم كبيرة جدا تظهر في المال. نحن هسع كلنا نقول لا إله إلا الله، لكن ما قاعدين نعرف التفاوت في القول، المحك في الخلق، القول باللسان هين لكن الأخلاق اللي بتصدق القول ويني. عندنا بينا كانت في المستوى لأنه ما بيدخل رزق اليوم لباكر، عند أبو بكر اللي هو ثاني اثنين وأقرب الناس له ما استطاع أن لا يدخل رزق اليوم لبكرة، لكن استطاع أنه كل من جمع عنده ماله كانت في مناسبة للصدقة ينزل عن ماله. حتى لما تجي لعمر اللي هو ثالث ثلاثة، نبينا كان يقول كنت أنا وأبو بكر عمر دائما. حتى في قصة قالوا قال فيها بينما كان رجل يسوق بقرة إذ ركب عليها فقالت ما لهذا خلقنا وإنما خلقنا للحرث وري الأرض. فقالوا الأصحاب ما كنا نظن أن البقرة تتكلم. النبي قال لهم ولكني أؤمن بهذا أنا وأبو بكر عمر، وأبو بكر عمر كانوا غايبين. وإنتوا بتروا في الأحاديث دائما أنا وأبو بكر عمر، أنا وأبو بكر عمر، أبو بكر ثاني اثنين، عمر ثالث ثلاثة، بيجي بعدهم الاثنين طوالي. القصة المشهورة في المال قال رواها عمر بن الخطاب، قال أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما بالصدقة فضمرت في نفسي أن أنافس أبا بكر، قال فجئت بمال وجاء بمال، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي بكر ما أبقيت لأهلك؟ قال أبقيت لهم الله ورسوله. قال لعمر ما أبقيت لأهلك؟ قال أبقيت نصف مالي. النبي قال لهم بينكما مثل ما بين قوليكما، بينكما مثل ما بين قوليكما، الفرقة كبيرة مش بتظهر زي المال ونصف المال، الحقيقة زي الفرقة بين المشرك والمؤمن. لأنه أبو بكر لما ما ادخر حاجة ما فكر إلا في الله والرسول، لأنه ما في مخزون، قلبه ما مشغول بحاجة، قال أبقيت لهم الله ورسوله. أبو بكر عمر لما كان عنده نصف المال مخزون نسى الله والرسول في المرحلة دي، لأنه في اتكال على غيره، قال أبقيت لهم نصف مالي، قال له بينكما مثل ما بين قوليكما. أفتكر الفرق كبيرة بالمرة لو تلاحظها، الفرق دي أكبر منها بين أبو بكر والنبي. أبو بكر اللي بينزل عن ماله كل ما تجي حوبة للنزول عن المال والصدقة، نبينا فرقته أكبر منها بينه وبين عمر، لأنه ذاك أصله ما بيدخل رزق اليوم لباكر، بل الحقيقة أنه لما يفوت عنه ما زاد عن حاجته، ما بيفتكر أنه هو محسن في الناس اللي بتلقوا الزايد عن حاجته، بيعتقد أنه واجب الشكر عليه نحو الله كبير، لأنه الله امتحنه ووفقه في أن يؤدي الأمانة لأهله. في أصول التوحيد أنك أنت ما يمكن أن تأكل رزقي أنا، وأنا ما ممكن أكل رزقك، ده أصل في أصل التوحيد، أنه الرزق زي الأجل حاجة واحدة، نحن نجري من الأجل ونجري للرزق، لكن قالوا لو جريت من رزقك برضو زي أجلك يدركك، ده أصل التوحيد بالصورة دي. هو هنا لما ادي ما زاد عن حاجته ما بيفتكر أنه من عليك، إنما يفتكر أنه الله نزل رزقك أنت عن طريقه هو وامتحنه، فإذا وفقه في أنه أداه وجب عليه الشكر ما وجبت عليه الاستطالة عليك أنت. القمة دي الفرق بينه وبين أبو بكر أكبر من الفرق بين أبو بكر وعمر، والفرق بين أبو بكر وعمر قد شفتوها. هنا نبينا بالمعنى ده سنته اللي هي شريعته في الحقيقة فوق مستوى البشرية، حتى لما نمر الـ14 قرن اللي احنا شايفينها، نبينا مش من القرن السابع، نبينا من المستقبل رجع للقرن السابع ليدرجه. نبينا هو المسلم وحده في أمته، أمة المؤمنون هو المسلم. إذا كان الفرق ده ظهر، أنا أفتكر أنه موضوعنا بيوضح في الفرق الكبيرة بين السنة والشريعة.
رجل في مثل المستوى ده بطبيعة الحال لابد أن يكلف الناس في مستويات دون ببعيد. جاءت شريعته في المال وجاءت شريعته في السياسة. هو في قمة الاشتراكية إن شئت وهو في قمة الديمقراطية، لكن أمة دونه، أمة في المال ما في مستوى الاشتراكية، أمة في السياسة ما في مستوى الاشتراكية. القرآن جاء، القرآن جاء في مستوى القمة، في فوق ما تتصور في الاشتراكية في مسألة الأصول، في آية يسألونك ماذا ينفقون قل العفو، بعدين نزلت من الأصل ده، نزلت لفرع، خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم. الآية في الأصل منسوخة، آية يسألونك ماذا ينفقون قل العفو منسوخة في حق الشريعة، موجودة في حق العبادة والتطوع، لكن الشريعة نزلت على آية فرعية برضو في القرآن. فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر، دي آية في القمة من الديمقراطية. كأنما عند ربنا الحرية الفردية هي من الكرامة بحيث يمنع أكمل الناس من أن يكون وصي عليها. فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر، ثم دي نسخت برضو زي ما نسخت ديك، وجات آية الإكراه. فإذا انسلخ الأشهر، الأصول في ديننا منسوخة بالفروع، شريعتنا في رسالة نبينا قائمة على الفروع والأصول منسوخة. إذا كان نحن بندرك حقيقة أوض أمرنا لابد أن الأصول تنبعث. إذا الأصول ما انبعثت يبقى أفضل ما في ديننا ذهب بما هو دونه، والأمر بأن نتبع أحسن ما أنزل إلينا قائم. واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون. القرآن كله حسن لكن أصوله أحسن من فروعه. إذا أنت جيت مثلا للآيات اللي قرينا لك، فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر، أصل ده منسوخ بآية السيف. فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم، ونبينا قال أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإذا فعلوا عصموا مني أموالهم ودماؤهم إلا بحقها وأمرهم إلى الله. يسألونك ماذا ينفقون قل العفو، دي منسوخة، بخذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم. آيات الإسماع كلها، أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن، إنما أنت نذير والله على كل شيء وكيل، وما على الرسول إلا البلاغ. كل الآيات بالصور دي منسوخة بآيات الإكراه، ولا يمكن لعاقل واحد أن يقول أن آيات الإكراه في أصل الدعوة للدين أفضل من آيات الإسماح، بل الحقيقة أن الأصل في الدين الإسماح، ولذلك بدي بإنزال الآيات الأصلية في الإسماح في الدعوة بالتي هي أحسن 13 سنة في مكة، لما ظهر ظهور عمل أن الناس دون المستوى ده من الحرية سحبت آيات الإسماح من التداول وجاءت آيات الإكراه، على اعتبار أن الناس قصر بيحتاجوا لوصي يحمل على مصلحتهم. وده الأمر اللي تنتظر بداهة. هنا شريعتنا جاءت مرحلية في المعنى ده، شريعتنا في مسألة المال وفي مسألة السياسة مرحلية لتطور الأمة ليوم تستحق آيات الأصول. الدين هسع عند فقهانا هو الصور المحفوظة عندهم المداولة من حتى الشريعة، بعدت شوية جاء الفقه. الشريعة ما كان عليه أمر النبينا، الفقه جاء بيننا وبينا في صنعة بقى. الفقهاء اتخذوا الدين مهنة، وكل صاحب مهنة بيوضع لها من القواعد ما يحرسها حتى انت ما تقدر تدخل فيها مجازفة إلا تجي عن بابه هو. كل صاحب مهنة يعمل كده، يقعدها ويبوبها وينظمها بالصور اللي تخليه هو جهة الاختصاص. من سوء الحظ انه الدين ما حقه يقع للوضع ده، لكن وقع بالصوره دي. ولذلك الصوفيه كانوا يقولوا عن الفقهاء انهم اصحاب حرفه، الغزالي يقول عن الفقيه انه محترف، انت طبيب وانا مهندس وهو صاحب فقه محترف. والفقه مش هو المعرفه والعلم اللي بيه الناس ورثه الانبياء، ورثه الانبياء العارفين بالله والعلماء اللي قلت لك عليهم إنما يخشى الله من عباده العلماء العارفين بالله. ما من طريق للمعرفة بالله إلا عن طريق الشريعة. الشريعة هي الوسيلة لأن تعرف الله، لكن الشريعة
عقد الفقه فيما بعد وأبعد عن أصوله، حتى ديقت الناس يشتغلوا في تحصيله ال 12 سنة وما يعملوا بها حاجة. لذلك في شريعة نبينا ما كان بيقول لهم فرائض الوضوء، سنن الوضوء، مستحبات الوضوء يحصوها ويحفظوها زي ما بيعملوا لنا هسه على الفقهاء. كان بالهيئة صلوا كما رأيتموني وصلوا، اتوضوا كما رأيتموني اتوضى. ديننا ده دين الأميين، نبيه أمي وأمة أمية. فكان الأعرابي يجي ينيخ الراحلة هنا ويجي ربع ساعة، النبي يتوضى قدامه هو يعرف كيف يتوضى، ويصلي قدامه هو يعرف كيف يصلي، ثم ينصرف ويوروا كيف يصوم. إذا كان ما هناوي الحج في الموسم ده ما بمروه حاجة عن الحج، إذا ما عنده إبل ليزكيها ما بوروه زكاة الإبل، اللهم إلا إذا كان هو أمثل أهل القرية وأهل القرية عندهم إبل ليزكوها، بيبقى فرض عين عليه أن يعينهم بالتعليم بالصورة دي. لكن من المؤكد أنه ما في نوافل في العمل ده، تعلم وتعمل. أصل ديننا مربوط العلم بالعمل، ولما جاء قال من عمل بما علم أورثه الله علم ما لم يعلم، يعني أن تعمل تعلم من الشريعة ما لا يصح العمل إلا به. القدر ده من الشريعة دين، ما زدت عنه أنت لتعلم الناس وتأخذ عليه أجر ده حرفة. إن بقى ما بتأخذ عليه أجر لأنك في قرية مثلا أهل جهلة وإنت بتعلمهم احتسابا لله، مش بتصلي بهم بالقروش، مش بتعلمهم بالقروش، يبقى ده تابع لدينك. لكن مجرد من احترفت انت لتعلم الناس وتتخذ مهنة، مؤكد دي مسألة تانية طبعا. قد يكون الانسان مأجور فيه اذا كان بيعمل به بيعلمه بنموذج يضربه هو للناس، لكن اذا كان الانسان بيعلمه بالصورة المكرورة هسه اللي يعيش عليه زي ما عندنا مثلا في المعهد العلمي في الازهر وفي كل كلياتنا الابعاد الدينية ابعدتنا عن حقيقة الدين، من المؤكد انه انصراف عن الواجب. اتقوا الله ويعلمكم الله، من عمل بما علم ورثه الله علم ما لم يعلم. هو الدين في بساطته، تعرف شريعته، ما بتصح عبادتك إلا بها وتعمل. بعدين العبادة كمان برضو وسيلة للعمل الثاني، العبادة مش مقصودة في ذاتها، العبادة للمعاملة. إذا كنت أنت بتختلي بالله في التلت الأخير من الليل اللي تصلي به، وده السر بينك وبين الله، يجب أن تظهر قيمته في معاملتك للناس، مش تجي تظهر للناس، مش تستطيل به، بالحقيقة تتواضع به لتكون للناس نافع. الخلق عيال الله فأحبوا من الله أنفعهم لعياله. أهدينا بنبعث في البساطة دي بالرجوع لسنة النبي، وكل القشور دي يجب أن تزول من وجوه الناس. القشور دي لسوء الحظ قايمين عليها ناس بيورونا أنها هي الدين وما في دين غيره. حتى هسع الكلام اللي أنا بقوله ده ينكر كل الإنكار، مع أنه في حقيقة الدين أصل، لكن لأنهم ما عرفوا غير ما عندهم، ولأنهم افتكروا أن الدين هو الصور اللي بيأخذوا بها الورقة الشهادة بعد 12 سنة في الدراسة، افتكروا أن كل ما لا يعلمونه هم ما هو في الدين فيه. نبينا عنده حديث يقطع القلوب الحقيقة فيها، قال إن من العلم المعرفة بالله، إن من العلم كهيئة المكنون لا يعلمه إلا أهل العلم بالله، فإذا تكلموا به لا ينكره إلا أهل الغرة بالله. أهل الغرة بالله اللي بيفتكروا أنهم علم كل ما عند الله، مغرورين بالله يعني. نحن بنتكلم عن الدين ورجال الدين في المعنى ده، أنه عقبة حقيقية قدام الدين من يسمون رجال الدين. في دين الإسلام ما في رجال دين، لكن أدركتنا حياة الأمم القبلنا في اليهودية في النصرانية في النصرانية بصورة خاصة، في البابا وفي الجسس من بعده، ديل في أمر الدين ما بينازعوا، هم الحجة الأخيرة. حتى يقول لك يمكنك أن تنازع القسيس في كل شيء، لكن في الدين لا، هو الحجة. صارت المسألة دي بالصورة دي، نحن ورثنا صورة منها، بيقوا عندنا رجال زي بزي معين ويلتزموا سمت معين ومسكنة معينة، ليقولوا أنهم هم الجهة عندها الخشوع، عندها الورع، عندها المعرفة، وأنا وإنت مش شغلنا في الدين، نجي نسألهم. والفرية دي مشت علينا، هسع الشباب المثقف يشعر بمعرة لو جهلت إنت في الاشتراكية أو جهلت في الديمقراطية أو جهلت في الوجودية أو في الماركسية، لكن يقول لك والله أنا في الدين ما عارف حاجة، والله أنا ما عارف الحديث اللي بيقول كده أو القرآن اللي بيقول كده، ما نقص عنده، لأنه مش بيشعر أنه مش وجهة الاختصاص. في ناس يسألوا عن المرأة المسألة دي، أنا أفتكر المسألة دي لابد أن تزول من أذهاننا بوضع رجال الدين في موضعه، أنهم هم ذيل الحقيقة حقروا الدين وأظهروا بالمظهر المنفر عنه،
ما عاشوا له إطلاقا، عاشوا به على طول المدى ومشوا به وراء السلطة في أي صورة من صورة، ويتطوع ويطلع من طريق اللي يفتي للسلطة، حتى ما مسؤول منه اللي يفتي للسلطة يتطوع اللي يفتي. وده عبر التاريخ. نحن يمكن ديننا ما ضاق الصفة بتاعه إلا في 30 سنة الأولانية على عهد نبينا وعهد أبو بكر وعهد عمر. بدوا الناس بعد ذاك يقولوا والله نحن قلوبنا مع علي وسيوفنا مع معاوية، يقولوا الأكل مع معاوية أجسم والصلاة مع علي أتم، وجات الفتن وجات المفارقات والناس بصورة ديك على خير، لكن جو في الآخر صور منه وقريبة من عهدنا نحن، صور أكد لكم أنهم ما هم في الدين في شيء إطلاقا إطلاقا. مش الحكاية دي ما مبالغة، سيرة معوجة وكذب وفجور، والسحنة الدينية دي نفسها غطى. ونحن هسه عندنا بيننا وبين محكمة الردة ما عملنا فيه غير أخرجنا صور من عدم الأمانة في النقل، أفتكر اقشعر لها البدن، ثم هؤلاء يدرسون أبنانا اليوم في المعاهد الدينية في الجامعة الإسلامية ولم يرفع أصبع لغاية اليوم ليقول بأي حق أنتم بتشوهوا النقل ده، ثم أنتم معدودون لتعليم النشأ الدين. فهذا الشيء لا يعطيه إنسان أمانة في النقل ومنها بتنكشف بسرعة، ما عنده. نحن بندفع له عشرات الجنيهات ليعلم أبنانا شنو، ما حد سائل في أمر الدين. الوقت الحاضر في عويل كثير باسم الدين وبكى كثير باسم الدين، كله لأغراض، وكل شعبنا مهدد بأن يجوز عليه. شعبنا طيب، شعبنا مؤمن، شعبنا بسيط، باسم الدين يمكن أن ينخدع. خدعتنا الطائفية مدى حياتنا اللي احنا شايفينها هسه. في حاجة اسمها الدستور الإسلامي، الدستور الإسلامي يقوم به رجال الطائفية. أودا احنا عندنا تلغراف هسه من واحد من للإمام الهادي: يرجو المصلون الجمعة بمسجد أنصار السنة المحمدية بالعرض بأم درمان من سيادتكم تنفيذ قيام الدستور الإسلامي الذي عملتم له وتعملون له في لجنة الدستور والجمعية التأسيسية. قف معنون للإمام الهادي، ده للصحف، معنون للإمام الهادي. أنصار السنة، أنا شخصيا عندي معاون أصدقاء كثيرين، وبداية الحركة الوطنية كانت عندهم دار هنا، ونحن بنمشي له ونقول لهم أنتوا كل مجهودكم موجه للشعب جعلتوا بأس بينه، الأولية والقبب والأضرحة هي دي مشكلتنا نحن قدامنا الإنجليز هسه، أهو ده الاستعمار. خلونا نحن الناس اللي عندهم دعوة للدين واتجاه للدين يقوموا قدام الحركة دي ليواجهوا الاستعمار، أهو دي المشكلة. إذا كنتوا أنتوا شايفين كل الفجور اللي شايفينه ده أسباب الاستعمار في الأصل، ولا يستقيم الظل والعود وأعوج، واجهوا الناس ديل. قالوا والله نحن جمعية دينية. طيب يا جماعة انتوا بتعرفوا انه ما في فرق بين الدين والسياسة، انتوا جمعية دينية معناها يجب ان تواجهوا السياسة. رئيس قال والله كلامكم ده صحيح لغاية ما نعدل الدستور. اليوم اجوا هم ليطلبوا من الطائفية اللي استغلت العقيدة في تضليل الشعب لتتولى الدستور الاسلامي. ناس في جميع الوقت كانوا متخلفين عن التضحية وعن المواجهة، يجوا اليوم لأنه الأمر بقى سليم، بل الحقيقة حتى ما في مواجهة الطائفية، تمليغ للطائفية ليضعوا مقدرات الشعب بالسلطة الزمنية عند الطائفية لتستغلها كما استغلت العقيدة. هو ده يجي أوضاع يتكلم عنها سيد إسماعيل الأزهري، يتكلم عنها كل واحد من الناس دي، ماشيين في جهالات ما لها من قرار، ما في معرفة بالدين، إنما هي صور من الأوضاع السياسية يستغل فيها الدين ليكمم أفواه الناس وليجهل الناس ويغفلهم ويسوق البلاد دي بمؤامرة بالشكل ده لترجع حتى عن المكاسب اللي وجدتها على يدي الاستعمار. أهو اليمانية ما استغلوا، ما استعمروا طول وقتهم، نفضوا الإمام، جاء جمهورية، عايزين حكم مدني. ليه؟ لأنه الدين ما عايزينه اليمانية، لكن لأنه في جهالات بتمر باسم الدين ضاقوا بها زرع. المواقف دي في الدين ورجال الدين يجب أن تستمر إلى أن ينكشف الموضوع ده، وأنا بفتكر أنها بتجوز على ناس كثيرين، لأنه ناس كثيرين ما بيعرفوا أنه ده ما دستور إسلامي، أنه الاسم مسروق هنا مستعار، وأنه الجهالة دي عايزة تلبس قداسة الإسلام لتختفي عن أعين الناس والنقل. ما شايف أنا في الميدان ده غير الحزب الجمهوري.
الحزب الجمهوري بيستطيع أن يقول لأنه عنده فكرة عن الدين غير فكره. لكن أي واحد من أقوى الإخوان الكويسين جدا أو مثلا بابكر عوض الله أو عبد الخالق أو شده لما نيجوا الواحد مواجهة بأحد أمرين، ولا يقول ما عايز الدستور الإسلامي، وده ما يمكن أن يقوله إنسان بيكون المسألة ذاته على أي حال يمكن أن يوصم بسرعة بالخروج عن الدين، أو يسكت عنه لأنه ما عارف له بديل. وأنا بفتكر أن الوضع ده بيلقى على الحزب الجمهوري مسؤولية كبيرة جدا في أن يبرز في أن الدستور الإسلامي هو المطلوب، لكن الدستور الإسلامي لا يمكن أن يجي من الشريعة الإسلامية. الشريعة الإسلامية فرع، وأنه في بعض صورة لا بد أن تتجدد بتطوير لأمام لترتفع من الفروع للأصول، وأن الدستور الإسلامي في القرآن، وأن القرآن ما معروف عند الناس. القرآن ما معروف، ونحن قلنا هنا أنه لم يفض الأوائل من القرآن غير ختم الغلاف، يعني غير اللغة، وحل القرآن في مستوى التفسير باللغة ما هو القرآن، وإنما هو فهم المفسر للقرآن. نحن هسه تكلمنا عن آيات الآفاق، عندك ابن عباس اللي هو حبر الأمة في تفسيره قال وإذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت، قال ذهب نورها وسقطت في البحر، لأنه في زمن ابن عباس مع مجهوده هو في العبادة في التوحيد في المعارف، لكن الثقافة المعاصرة له في آيات الآفاق كانت أن الأرض مسطحة، وأن الأرض هي مركز الوجود وهي ثابتة، والشمس هي المتحركة، وأن النجوم زي ما يعطيها البصر قدر العنب أو قدر البلي ملايين منها يقعوا في نهر النيل. بعدين الناس عرفوا من آيات الآفاق ما أنتوا عارفين أنه أصغر نجم ثابت أكبر من الشمس، والشمس أكبر من الأرض 300 مرة. فهل نحن نقول أن تفسير ابن عباس وتفسير الزمخشري وتفسير البيضاوي هو عمدتنا في أن نعيد ديننا، ثم نقول نحن مثلا ابن عباس قال عن إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت ذهب نورها وسقطت في البحر؟ ابن عباس خدم وقته بفهمه للقرآن في مستوى رفيع. الخطأ ما بكون خطأ ابن عباس، بيكون خطأنا نحن إذا كان نحن عالة على الفهم الماضي. ما من تفسير هو القرآن أو حجة على القرآن، التفسير هو فهم المفسر للقرآن، وفهم المفسر للقرآن مرهون بمجهود الفردي وباستعداد الفردي، مجهود في العبادة وفي العلم واستعداد الفردي، ثم مرهون بثقافة عصره. إذا كان نحن بنعيش في مثل الوقت ده وما فهمنا من قرآننا ما يحل مشاكلنا الحاضرة، لا يمكن إلا أن نكون دعاة ضد الدين مش دعاة للدين. أنا نحن بنفتكر أن نحن جمهوريين بنفتكر أن رجال الدين هم العقبة الحقيقية، من رجال رسميين في القضاء ومن رجال تعليم في المعاهد، ولا بد أن يكشفوا على حقيقتهم ليرد الشعب المعين الصافي إن شاء الله بعد أن تزول منه الزبدة المغطية هو الأسن الرائم عليه في اللحظة الحاضرة. شكرا. الدين بتاعنا معروف وكلنا عارفين الشعائر اللي بنقيمها للدين، ولكن التفسير اللي هو صادر من الأئمة الأربعة بعتقد انه هو مش متطور مع المجتمع اللي هو بنعيشه دلوقتي. ففي مثلا مشكلة يمكن عامة في الأمة الإسلامية وفي الدول العربية، ودي خاصة بالمرأة أكتر من الرجل. يعني مثلا الرجل له الحق ان هو يطلق زوجته، وله الحق ان يتجوز لأربعة في الدين الإسلامي، دي ما عليهاش غبار وما بنتكلمش فيها. لكن الفكرة ان هو لما بيطلق زوجته بتكون له الحضانة للولد في سن 7 سنين والحضانة للبنت في سن 9 سنين، وبعدين الأم يمكن بتعيش لولادها وما بتتزوجش، في حين انها يمكن احيانا بتكون محتاجة للزواج عشان ربما من ناحية المادية أو من ناحية السيكولوجية أو من ناحية النفسية بتاعتها، أو كمان عشان يرعى الطفل أو الأطفال إن كان ولد ولا بنت، وعشان يرعى الزوجة نفسها، يعني الزوج بيكون حماية للزوج. ففي حالة ما بتتجوز بينتزع الأب الأولاد، والدين بينكر، مش الدين، المفسرين للدين بينكروا عليها أمومتها في حالة زواجها. وأعتقد أن الدين ما يحكمش على الأم أنها المطلقة أنها ما تتجوز، والدين يعني تفسيره
لو كان متطور ولو سيبنا التفسير العقيم القديم بتاع الدين اللي هو بتاع رجال الأئمة الأربعة، لو ما أخذناش بالتفسير ده هنلاقي إن فيه نواحي إصلاح كبيرة جدا، وفي الوقت نفسه الأم بتكون أصلح إنسانة حتى لو تزوجت، إنها تحتضن أولادها، لأنها حتى لو تزوجت ما بتبقاش بتبقى برضو أم، وما بتنكرش أمومتها وما بتنساش أمومتها وما بتتنكرش لأولادها، بل بالعكس بتكون في حالة نفسية أحسن، وده بينطبع على أولادها. فليه رجال الدين إحنا ما نقومش التفسير العقيم ده من نواحي زي دي؟ وطبعا الأطفال هم أجيال المستقبل، وهم الرجال المستقبل، وهم السيدات المستقبل، والبنت لما بتنشأ في حضانة أمها وتكون مطمئنة نفسيا هتكون صالحة لأنها تكون أسرة كويسة ووراء كل عظيم امرأة. ولكن لما بتروح لمرات أبوها ولما بتجبر على أوضاع معينة تعيشها مع مرات أبوها، وطبعا كلنا في العالم العربي يعرف أن مرات الأب طبعا مش ممكن هترعى الطفل في غياب أبوه كما لو كانت أم، ففي الحالة دي بتخلق عقد نفسية عند البنت، بتخلق عقد نفسية عند الولد، بيكون له أثر سيء جدا في حياته، بيطلع منطوي على نفسه، بيطلع جايز ينحرف، جايز يطلع الولد حرامي، جايز البنت تضل الطريق وتنحرف. فليه احنا لما يعني القائمين على مكافحة رجال الدين ليه ما يكافحوهمش بطريقة علنية وطريقة عالمية في العالم العربي كله؟ ليه ما تتضافروش كلكم عشان تشوفوا التفسيرات السيئة وعلى صفحات الجرائد وفي جميع وسائل الإعلام؟ ليه ما تنبهوش الأذهان وأذهان المسؤولين فعلا لتغيير الأوضاع دي؟ ليه يكون عندكم؟ احنا عندنا في مصر يعني خلينا التفسير متطور شوية، فأصبح الولد يتسلم لأبوه من 11 سنة أو من 10 سنين، والبنت من 12 سنة وأكثر من كده. في لجنة تقوم تشوف حالة البنت أو الولد مع أمه هتكون أفضل من حالتها مع الولد مع الأب. يعني لو عاش في كنف الأم هيكون أحسن، أو لو عاش في كنف الأب هيكون أحسن. ودي لجنة طبعا بيكون رأيها أحسن من رأي واحد بس، وخصوصا ان القاضي الشرعي اللي بيحكم بتسليم الابن بيكون بعيد جدا عن الحقيقة والواقع اللي بيعيشه الطفل سواء كانت بنت او ولد. فانا برجو يعني من المسؤولين هنا انهم يحطوا في اعتبارهم النقطة المهمة الجوهرية دي، خصوصا في الاجيال القادمة. يعني مش عايزين المآسي بتاعت الاجيال اللي فاتت تتكرر في الاجيال القادمة. وشكرا. السيدة الفضلة قالت أنه للرجل أن يتزوج أربعة، وهي بترى أنه معلش ده ما يمكن أن يقال فيه حاجة، لكن انصرفنا لمسألة الأطفال في حالة الطلاق، وأنه في محاولة في مصر نجحت في أن المسألة دي تفسر تفسير يكون لمصلحة الزوجة إذا طلقت وتزوجت أن يظلوا أطفالها معها لغاية السابعة والتاسعة، وأنه دي لمصلحة الأسرة نفسها لمصلحة الأطفال. أنا ما أعتقد الموضوع أن نحن مواجهينه في الوقت الحاضر كدعاة إسلاميين ما بيكتفي بمجرد النظرة دي. التحدي المواجهة الدين في الوقت الحاضر بيتطلب أن ننظر في الأصول. مسألة التفسير في المستوى ده بيكون في محاولة فيه جادة لكنه قاصرة عن المطلوب. المطلوب هو هل فعلا في دين أن الرجل يتزوج أربعة؟ الأمر ده بطبيعة الحال جاي بنص القرآن وجاي بالشرع وجاي بالاستعمال المتصل في الحياة الزوجية للزواج. فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة ورباعة. لكن الأمر أن احنا بنتكلم عنه أنه تعدد الزوجات شريعة وليس دين،
ونحن بنحب أن يكون في توكيد أن الشريعة هي طرف الدين القريب للناس، طرف الدين اللي تنزل للمستوى الاجتماعي مشدود لأرض الناس بحاجة وإمكانياتهم الاجتماعية والاقتصادية والبشرية. ففي أصل الدين التعدد ممنوع، في أصل الدين المرأة كفاءة للرجل، لكن ما يمكن في القرن السابع أن يشرع في مستوى الأصول فنزل لمستوى الفروع. السبب أنه الموروث من المجتمع الماضي كان أن المرأة حظها دون بصورة مزعجة، حتى أن المرأة كانت بتوأد حية، وإذا الموؤودة سئلت بأي ذنب قتلت، وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به، أيمسكه على هون أم يدسه في التراب، ألا ساء ما يحكمه. ده مستوى المرأة كانت بالصورة دي في العهد الجاهلي، وكان الرجل يتزوج 10 و20، ما في علاقة زوجية فيها كرامة ولا رعاية لحقوق الإنسانية، إنما استغلال للمرأة. لما جاء الإسلام وجد الحالة بالصورة دي كان لا يمكن أن يقفز من المستوى الاجتماعي ليمشي للأصول ليحدد التسوية التامة بين الرجل والمرأة كما يمر به الدين. فكانت الشريعة مشدودة لأرض الناس، أرض الناس كانت اضطهاد المرأة بالصورة دي، الإسلام حاول أن يعطيها بعض الحق في شريعته، فقال الرجال اتزوجوا 4 وخيروا بعض المسلمين اللي كان عندهم 10، النبي خيروا أن ينزلوا عن 6 ويحتفظوا بالأربعة الباقيات. الحكمة في التشريع ده أنه المجتمع ما كان مستعد للقفزة، أن المرأة نفسها من عهدها الماضي لأن تقفز كل القفزة دي ما كانت مستعدة، أن عدد الرجال كان لأن الحروب بتاكل منهم أقل من عدد النساء، فحكمة المشرع رأت أن يكون للمرأة ربع رجل يصون ويعفها أفضل من أن تكون عانس، ولذلك للمسائل دي شرع في التعدد. ثم ورانا أنه في أصل الدين ممنوع، قال فإن خفتم أن لا تعدلوا فواحد، قال هناك ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم، لكن اللي يجعل الشريعة ممكنة قال فلا تميلوا كل الميل. فجاءت الشريعة لتقول أن كل الميل المقصود أنك تعدل في القسمة، لكن ميل القلب ماك مسؤول عنه. جبت لواحدة فستان الثانية تجيب لها فستان زيه، حتى لو كانت بتشيل واحدة 3.5 أمتار والثانية أصغر منها بتشيل 3 أمتار، جيب 3.5 أمتار هي تتصرف في النص ذاك. يمكنك أن تعدل العدل ده كله، لكن ميل قلبك أنت ما مسؤول عنه. ده في أمر الشريعة في المستوى ذاك من تطوير المجتمع. لكن من المؤكد أنه لما نيجي الإسلام لقدام ويسوق البشرية بالتطور اللي احنا تكلمنا عنه ببيل، ينبعث التشريع في مستوى الأصول. هنا القرآن يقول لهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة، لهن مثل الذي عليهن بالمعروف، فالمعروف ثاني من رجاء، المعروف هو ما تواضع عليه الناس بشرط أن لا يعوق أمر من أمور الدين، المعروف ما تواضع عليه الناس بشرط أن يحتفظ الإنسان بكرامة، لأنه أصل أمر الدين أن يحتفظ الإنسان بكرامة. فإذا كان المعروف في وقتنا الحاضر أن نعلم البنت وبنعلمها في مستوى جامعي، ولا يمكن لإنسان عاقل أن يقول التعليم عرفي بطال، التعليم من حيث هو خير، فنحن بنعلمها في المستوى الجامعي. لما هي تكون في الجامعة مع زميل الطالب وقد تكون أحسن منه أو عقلا، أن ننتظر من الطالب الجامعة أن يتزوج 4 من الطالبات ثم أن يكون العدل هو أن يعدل في القسمة؟ لهن مثل الذي عليهن بالمعروف معناها أنه واجب حقهن قدر واجب. فإذا كنا بنخرج الطبيبة، الطبيبة راح تعرف مكانة نفسها وكرامة نفسها، وأن العدل في حقها هو القلب، هي كلها للرجل والرجل كله لها. فإذا كان فلا تميلوا كل الميل تجاوز عنها الإسلام في المرحلة دي، غرض مرحلي، الإسلام عايز العدل المطلق حيث أمكن العدل المطلق، ولا ينزل عنه إلا لعدم إمكانية التطبيق. فلما قال فلا تميلوا كل الميل للتجاوز في الوقت الماضي، لكنه في أصله عايز العدل كله. إذا كان البنت جاءت بتعرف حقها تماما أنها هي كلها لزوجها، وأنه من حقها أن يكون زوجها كله لها، أصبح التعدد ممنوع، وده أصل الدين. فنحن في الحقيقة هنا في البلد ما بنتكلم عن التطوير في حواشي بسيطة من النوع ده، لأنه بنعتقد أن تحديات العصر في الوقت الحاضر عايزة أن نرجع لأصول الدين. أصول الدين تقول أنه ما فيش نص هو غاية في ذاته، القرآن كله ما غاية في ذاته، الإنسان هو الغاية، والقرآن يطوع ليرفع حياة الإنسان في المجتمع وفي الفرد.
كل القرآن مطوع علينا بالصورة دي. فلما جاء في نصوص هي وصول ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم جاء نسخ فلا تميلوا كل الميل، المنسوخة دي بقت فرع. زي ما فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر أصل إلا من تولى وكفر، المنسوخة بقت فرع. الفروع مرحلة، تحدي البشرية في الوقت الحاضر للأديان وللمفاهيم يرتفع إلى الوصول. ولذلك نحن بندعو فعلا لتطوير الحقوق دي في المستوى ده، حتى لغاية ما يجي أنه التعدد ما هو أصل من أصول ديننا، الطلاق نفسه ما هو أصل من أصول ديننا، لكنه فرصة لممارسة الخطأ. لأنه أنا إذا كنت أو أنت أو الثالث والرابع ما بيستطيع أن ينتخب زوجته الحقيقية له، يكون في خطأ، الحياة قد تكون جحيم، الحياة الزوجية قد تكون جحيم، أعطي الفرصة في الطلاق ليجرب هو مرة تانية وتجرب هي مرة تانية. لكن إذا كان عرفنا بالترقي البشري والتطور البشري والمعرفة الأصيلة والاتصال الكامل، إذا عرفنا أنه الواحد يختار زوجته بيصبح الطلاق ما مطلوب، الطلاق ما هو أصل. لكن مش رح يجي تشريع يحرم الطلاق في ديننا، لكن بيبقى بطبيعته مش ضروري، لأنه الوفاق بيقوم على أنه الزواج كأنما الشق لاقى الشق الثاني. النبي قال عن النساء: النساء الشقائق الرجال، زي العصا المبرومة لما تشقها على اثنين، إذا جبت الشقة تاني بتاعت عصا رقيقة لصقتها مع شقة العصا الكبيرة بيظهر الخلاف في ناس، لكن إذا جات شقة العصا نفسها وانطبقت أصبح ما في حاجة للمفارقة تاني. في أصل ديننا المسألة محلولة بمدى أوسع في التطوير في النظرة بالصورة دي. لكن إذا جينا نحن للشريعة القديمة، الشريعة القديمة قايمة فعلا على ما يدعمها، مثلا الرجال قوامون على النساء، دي يجي منها أنه المرأة لما تطلق إذا كانت احتفظت بعزوبتها يمكن أن يخلوا عندها الأطفال لغاية ما يترعرعوا، إذا تزوجوا الأمر قائم في رعاية حق الأطفال والرجل، في أنه زوجها ده قد يكون ما مرغوب فيه من زوجها المطلقة أن يربي أطفاله، أن يشرف على أطفاله، ولذلك تسحب منها. المسألة قائمة على رعاية حق الرجل، لأنه نحن خارجين من قانون الغابة حيث الأقوى هو اللي عنده الحق. هنا حتى لما جاء في الدين، الدين لطف المسألة بتاعت قانون الغابة لكن جعل لها برضو فضيلة: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم، بما فضل الله بعضهم على بعض، تلقى أن الفضيلة مسدودة على قوة الساعد برضو، لأن القرآن لما نزل في المجتمع القرشي في المجتمع الجاهلي كانت القوة للسلاح ما في حكومة قانون، قوة السلاح المرأة والرانية فيه، الفضيلة كانت قوة العضل وقوة المحاربة، بما فضل الله بعضهم على بعض تلقى الجانب الكبير منها يجي من الاكتساب ده. لذلك المرأة جعلت تحت الرجل ليحميها ليغزوها وبما أنفقوا من أموالهم. إذا جاء المجتمع المقبل حيث القانون هو السيد، نحن هسه على الفضيلة فينا، الفضيلة المواطن هسه أن يحتكم للقانون. المواطن الكويس عندنا مش المواطن اللي بياخد حقه بيده، اللي بياخد القانون في يده وينتقم هو اللي بيلجأ للقانون. المجتمع القرشي ما كان كده. كذلك لما نيجي الوقت اللي يكون فيه الاشتراكية بدل الرأسمالية، يجي فعلا المساواة للمرأة طبيعي، لأنه الفضيلة في الوقت ده ما بتبقى قوة الساعد وقوة المال، بتبقى قوة العقل وقوة الخلق، والمرأة ما بتكون ورانية هنا، لهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة. فالأمر اللي شرحته السيدة الفضلة مؤكد هو مشكلة في الوقت الحاضر، لكنه حل في المستوى ده ما هو حل مشكلة الرجال والنساء ولا المجتمع ولا أن يرجع الناس للدين. والحقيقة فرع بسيط جدا من المشاكل المواجهانة. المشاكل المواجهانة هي أن تنحل مشاكلنا الإنسانية في الكوكب ده كله على هدى الدين. الكوكب ده حاجته للسلام، والإسلام ما السلام ما له غير الإسلام، لأنه زي ما قلنا نحن ما بنتحارب إلا لأننا في الداخل في حرب. السلام جاء عشان يعرفنا بأنفسنا لنكون في سلام مع أنفسنا مع ربنا مع بيئتنا. من هنا حاجة الإنسانية لمسألة الفهم الصحيح للدين لتطوير شريعته لتنبعث في مستوى هو في مستوى تحدي البشرية الحاضرة، لأن البشرية الحاضرة عايز العدل اللي منه مشكلة المرأة. المرأة مظلومة كرواسب من التاريخ الماضي، الإنسان مظلوم، رجل الشارع مظلوم. قريب كان عندنا الرقيق، لغاية الآن الرقيق ده بصورة من الصور موجود، كأنه الإنسان مستغل، أنه المالك بيملك الإنسان وبيملك حريته لأنه عنده رزقه،
وما يمكن انت السالم انسان اذا كنت جايع وبتشعر بانه شبعان، هو ميت بالتخم وانت ميت بالجوع. السلام ما بيجي الا عداله اجتماعيه وعداله سياسيه ومساواه بين الناس. ولذلك مشكله المراه مش راح تظل مشكله المراه والرجل، راح تظل مشكله الانسان. والمراه راح ينظر لها كانسان في الدين، العدل يشملها كما يشمل رجل الشارع المظلوم. في الوقت ذاك تنحل المشاكل كلها. انا اعتقد في خلاف كبير بين الحزب الجمهوري وبين الجماعة اللي بتمسكوا بالشريعة القديمة. طبعا في خلاف كبير بين الحزب الجمهوري وبين الجماعة اللي بدعوا للشريعة بتمسكوا بالشريعة القديمة. فالحزب الجمهوري بيقول تطور الشريعة، والجماعة دي بيقول تستمر زي ما هي. فأنا بقول رأي، طبعا ده رأي شخصي، بشوف أنه الحزب الجمهوري ممكن يكون في توفيق ولو بسيط في بعض الحاجات يعني بينه وبين الجماعة دي. فأنا بشوف أن الحزب الجمهوري متشدد شوية في بعض الحاجات. فمثلا الناحية بتاعت الإنفاق، الناحية بتاعت الإنفاق الحزب الجمهوري مثلا بدعو الاشتراكية، وفي نفس الوقت بيقول الأستاذ محمود بيقول تلغى الزكاة ذات المقادير. فالجماعة دي بتمسكوا بها. فالمانع شنو من انه تكون في اشتراكيه؟ ودي ولو انها بالنسبه لديك بتكون غريبه وبيهاجموها، لكن بتكون اقل غرابه بالنسبه للشعب وكذا. لكن المانع شنو؟ انه يدعو للاشتراكيه وفي نفس الوقت تكون زكاه المقادير مستمره، يعني ما يطلب الغاها. ده من ناحيه الانفاق. بعدين من ناحيه مثلا الناحيه بتاعت الحجاب، فدارين الاستاذ يورينا ربنا فرض الحجاب ليه، وما ممكن هسه يتعامل ليه يستمر ليه، والبديل ليه وشنو؟ زي انت بتقول انه هل ما ممكن نظام يكون اشتراكي وراس مالي في وقت واحد لما نتكلم عن الزكاة؟ بعدين الزكاة المقادير اصلا ما بتقوم الا اذا ملكت النصاب وحال عليه الحول. النظام الاشتراكي ما بيسمح بيده. النظام الاشتراكي الزكاة ذات محاولة للاشتراكية، جعلت وظيفة على مال الغني ما كان معروف في الجاهلية، جعلت مشاركة. والنبي قال أمرت أن أخذ من أغنياكم فأرد على فقراءكم. حق في المال اسمه حق الله، حق في المال اسمه حق الله بالصورة دي. فهو محاولة للاشتراكية قبل مجيء وقت الاشتراك. بتقوم على أساس شنو؟ أنك أنت لك حق وأنا لي صدقة. مجرد من انت تجي للاعتبارات دي في الوضع الاقتصادي انها رأسمالية في انها بتملك وسائل الانتاج، في الوضع الاجتماعي انك بتديك فضيلة ما بتخليني انا كمواطن اساويك، ومن المؤكد انا لما نتلقى الصدقة منك انت بيغض من مكانتي. يبقى اصولة ما مطلوبة. اصولة هي شنو اصلا؟ هي المطلوب منها شنو؟ المطلوب منها ان توجد عدالة بين الناس في توزيع الثروة، دي ما يخص الاجتماع المجتمع. والمطلوب منها ان تنقي الانسان من بخله وحرصه بالمال. فانت في مستوى النبي واجده باكثر مما تجده في مستوى الزكاة المقادير، وان الزكاة المقادير ما شرعت وجعلت ركن تعبدي للناس لا الا لانه ما بطيب افضل منها. فالاحتفاظ بها في عجز عن فهم اصولها. الحكمه فيها شنو؟ فاذا كان الحكمه فيها انها هي الغرضين ديل، مؤكد به ان تسير نحو النبي اكثر، بتتحقق لك اكثر في المستوى الاجتماعي والمستوى الفردي. المسألة الثانية في أمر الحجاب، الحجاب ما شريعة، وأصل في الحقيقة بديل عن العفة. المطلوبة في المكان الأول العفة، حتى أنه المطلوب في الكمال أن يكون المجتمع مختلط زي مجتمع الأطفال، ثم لا تكون فيه انحرافات، فيه البراءة بين الأطفال. الأطفال من الجنسين بيلعبوا بغاية البراءة وفي غاية الطبيعة. لكن نحن بعدين فيما بعد لما تتطور أجسادنا في المراحل بتاعت نمونا بتجي أسباب أخرى تخلي البراءة ديك ما في، يبقى الحجاب بديل عنها ليمنعنا من الانحراف. المقصود من الحجاب أن نسير به ونحن اللي نطور وضعنا ده في أن تنتقل العفة من الباب المقفول والتوبة المسدود لأن تكون في القلوب، وده مؤكد مراد الدين. فالحجاب شريعة لكنها مرحلية، والكمال هو أنه المجتمع يكون في اختلاط مجتمع الأطفال وفي براءة مجتمع الأطفال على كمال الرجول في النساء وفي الرجال وفي النساء. كلامك
تكلمتش عن اللي بيتزوج أربعة أو بيطلق إلا لأنه لازمة للدخول في موضوع التسليم أو نزع الأطفال من أمهم المطلقة. وفي الحقيقة المتعلم إحنا طبعا الاستعمار أخرنا المجتمعات العربية وخلى نسبة التعليم ضئيلة جدا عندنا لغاية دلوقتي، يعني في المجتمع العربي كله مش في بلدي بس. وطبعا اللي هم اللي مش متعلمين احيانا او كتير قوي بيلجأوا للزواج من ثلاثة واربعة على اساس ان الدين قال او في القرآن ان مثنى وثلاث وربع. لكن انا بتكلم، وبعدين المتعلم فعلا والمتعلمة بيكونوا متفاهمين يمكن قبل الزواج، وده بيكون زواج ناجح لما بيقوم على الاساس ده. وغالبا يعني ما بيلجأش للطلاق الا اذا اصبحت الحياة فعلا زي الاستاذ ما قال انها اصبحت جحيم، وان الطلاق كعلاج للإبقاء على كيانهم وحياتهم كادميين. ففي الحالة دي انا دخلت بالموضوع ده وعرضت له عرض سريع جدا اللي هو الزواج من اربع والطلاق، عرضت له عرض سريع عشان اركز على نزع الاطفال من امه. طبعا لو هي اتجوزت جايز هو يتضرر من ان واحد غيره يربي ولاده، دي جايز يكون عنده بعض الحق. لكن لو كان في دراسة عميقة للموقف عشان يعرفوا ان الزوج ده فاضل وانه اخلاقه كويسة وانه صالح لتربية الاطفال، هيكون احسن جدا لو الاولاد بقوا برضو مع مرات ابوهم. ان الزوجة او الست وانا ست بقول ان احنا ناقصين عقل ودين، وتصرفاتنا بتكون مبنية على الغيرة، وتصرفات زوجة الاب بتكون بتحقد وبتغير جدا من ابن او بنت جوزها، خصوصا لو كانت بنت في سن الزهور وبنت جميلة والزوجة مثلا محرومة شوية من الأنوثة أو محرومة من كده، فبيحصل عندها غيرة من البنت، أو ابنها فاسد أو أخلاقه مش كويسة وابن جوزها أخلاقه كويسة. ففي الحالة دي فعلا بيبقى الراجل أقوى لتربية الأطفال حتى لو كانوا من زوجته أكتر من زوجة الأب لو رب. لكن أنا بتكلم كمان للمطلقة اللي هي ما بتتجوزش وبتعيش لأولادها بالرغم من كده، وبعدين متفرغة لهم ولرعايتهم، ويمكن بتكون متعلمة أو على جانب كبير من التعليم، وبعدين تروح لمرات أب جهلة أو تروح لأم الزوج لأم المطلق وهي جهلة وعجوزة، وهي اللي تكون عايزة الرعاية في حين من الأطفال في الوقت ده مستحقين لرعاية إنسانة ترعاها. فازاي نسلمهم لوحدة جهلة وعجوزة في حين من الأم متعلمة ومتفرغة، والأقربون أولى بالمعروف، والأم المتعلمة أحق برعاية أولادها وأحق بأنها هي تديهم من تعليمها ومن كيانها ومن حياتها. فأنا أبصش للزوجة نفسها، أنا أبص للطفل ومصلحة الطفل، لأن الطفل نواه للأسرة والأسرة نواه للمجتمع على المستوى العالمي، مش على المستوى مش على في العالم العربي بس. فده اللي بتكلم فيه، وانا ما بركزش على الزواج سواء من اربع، والطلاق مشروع في حالات معينه، ويجب طبعا ما نلجالوش الا في حالات خاصه جدا ونادره جدا، ويكون مستعصي الحياه الزوجيه ويكون هو علاج كعلاج. لكن انا بتكلم في نزع الطفل من الام، وخصوصا الام اللي تكون كرست كل حياتها وما تزوجتش وكرست كل حياتها لتربيه اولادها وتكون متعلمه. فازاي نسلم الاولاد لام لسيده جهله اللي هي ست الاولاد ام الاب جهله، قطعا سنها يخليها انها جهله فانها في اجيال فاتت، وبعدين ما تقدرش ترعاهم صحيا ولا نفسيا ولا معنويا. ومتشكر. الحقيقة الموضوع برضو يرجع للأصول مرة أخرى، هي الأطفال ما بيعطوا لجدتهم، بيعطوا لأبوهم، بعدين أبوهم حيث يضعهم مفروض أنه يكون هو صاحب الرعاية، وبينزعوا من أمهم، لأنه في الأصول أن النساء زي ما قلت الرجال قوامون على النساء. وبعدين انت قبلتي حديث برضو ممكن يحتجوا به، ونحن بنعتقد حديث مرحلي، النساء ناقصات عقل ودين. فإذا كانت الأصول دي ثابتة ما أفتكر في منازعة أخرى،
الرجل يمكن أن يعطوه أطفاله، يضعهم مع أمه، يضعهم مع زوجته الجديدة، لكن ما أعطوا لحبوبة ولا أعطوا لزوجة أبوهم، إنما أعطوا لأبوهم في مقابلة أمهم. التفضيل جاي من أنه أبوهم هو المسؤول عنهم، وإذن على حسب الوضع القديم في صوره دي يعطوا لأبوهم. جائز جدا تكون في حادثة معينة ما ممكن الواحد يستثنيها، جائز القاضي يجتهد في المسألة دي، لو كان الأب فاسد فساد واضح وأنه مهمل إهمال واضح قد يفضل الأم ويديها إياها في استثناء، لكن ما ممكن يتعدل التشريع ده إلا إذا تعدل الأصل في أنه قوامة الرجال على النساء مبنية على شنو، وهل هي مرحلية ولا هي سرمدية. النساء ناقصات عقل ودين، هل حديث سرمدي ولا حديث مرحلي؟ وصول الدين، لما إذا كانت المرأة مثلا مسؤولة أمام الله مسؤولية تامة الرجل، يوم ينصب الله الميزان للمرأة وللرجل منصوب لهم على قدم المساواة، ده مش معناه المسؤولية مش لقاء الاستعداد لتحمله، هيبقى في حقيقة الدين المسائل اللي بتقول الرجال قوامون على النساء مرحلية، والنساء ناقصات عقل ودين مرحلية. إذا نحن طورنا هي ما أعطي الرأي، السيدة الفاضلة بتقول، السيدة الفاضلة بتقول زوجة الأب راح تكون ناقصة عقل ودين فعلا، وهي فعلا عندها ضغينة، لكن الأولاد ما أعطوا لزوجة أبوهم، القاضي ما بديهم لزوجة أبوهم ولا بديه لحبوبتهم، لكن بديهم لأبوهم. بعدين أبوهم لو تركهم مع أمه مشى، أو أبوهم تركهم مع زوجته مشى، بيعتبر أنه هو المسؤول، والقاضي ما ممكن يكون أكثر مسؤولية من الأب إلا إذا كان الأب واضح عدم الصلاحية، ما ممكن تجي شريعة معممة. لكن في أحوال معينة إذا القاضي رأى أن الأب ما هو صالح والأم أصلح يمكن أن يتصرف بالتصرف ده، لكن الشريعة العامة راح تمشي أن الأب يأخذ أولاده يضعهم مع أمه، يضعهم مع زوجته، يضعهم حيث شاء، هو المسؤول، ودي الشريعة بتمشي بالصورة دي، ودي قائمة على الأصول. والحقيقة أنا لما اتكلمت في موضوع الأصول كنت أعني أن المسألة هي مش مسألة مجرد المسائل الجزئية دي، الجزئية دي فعلا مضايق الناس، لكن لا يستقيم الظل والعود أعوج. المسألة في ديننا كلها عايزة تتطور من الشريعة المرحلية إلى الأصول، وفي الأصول النساء مساوية للرجال، لهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة، هن لباس لكم وأنتم لباس لهم. الحقيقة أسئلة بسيطة. شريعة طالعة من الدين، الدين ككل والشريعة كمصدر. أنا عايز يعني أتكلم عن الدستور كده، وأنه الدستور الإسلامي اللي بيتكلموا عنه، وأنه يكون مأخوذ من الشريعة الإسلامية. فإذا الدين فيه أي حاجة، يعني مكتمل فيه أي حاجة، ممكن الشريعة الإسلامية تضم كل القوانين، يعني يكون فيها القوانين الشرعية والقوانين المدنية والجنائية إلى آخرة، ويبقى المشكلة مشكلة الفهم الشريعة اللي موجودة في الدين. يعني ممكن الدين إذا كان هو فعلا كامل يكون محتوي لكل الحاجة اللي بيحتاج لها الدستور من تشريع إلى آخر. بعدين أنا ما عارف ليه إيه السر في أنه الدين يكون صعب كده، مدام هو مرسل لكل الناس يكون صعب عشان يفهموا، يعني ناس مخصوصين وتكون مشكلته أصعب من الزول يفهم مشكلة مثلا قنبلة ذرية، لأنه هسع الدين أي زول يجي يتكلم في الدين تلقاه والناس دول كلهم عايزين طبعا يمشوا على حسب الدين الإسلامي، سواء كانوا إنجليز ولا سودانيين ولا الغرض أنها رسالة عامة، فليه الرسالة دي تكون صعبة كده ودائما فيها جدل وفيها يعني، وحتى وإنه واحد لما نعاين للناس يلقى أنه ما في زول كله ماشي صحيح على حسب المطلوب من الدين، على حسب يعني ما فسروه الناس العارفين. بعدين الأستاذ محمود ضرب لنا مثل في القمة
عن النبي صلى الله عليه وسلم عندما أراد أن يصلي فتذكر أن هناك درهما فقطع الصلاة وحكى هذه القصة لأصحابه. ثم سأل مرة عمر وأبو بكر فعلم أن أبا بكر أعطى كل ما عنده بينما عمر أعطى نصف ما عنده. وفي هذه الحال قال إن الفرق بينكما ما بين ما فعله أبو بكر وعمر. الحقيقة في واقع الحياة الواحد يعني ولو أنه في الدين نعرف الواحد يكون لكن في واقع الحياة أنا بتصور عمر زي تصرف يعني أحسن من تصرف أبو بكر. ليه بقى؟ لأنه وأسعنا معاي حوالي 10 قروش وحارجع الخرطوم كي لو لقيت زول مسكين في السكة والدين عمل طوالي لو قمت أنا طالع من الشارع المورد هنا أديتها لي أنا متأكد حاشي بك راعي إلا الواحد يكون مثالي زي محمود ذاته يعني. فبعدين الدين ذاته يعني القرآن بيقول ولا تجعل الآية يدك إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا. فسيدنا محمد هنا ضرب مثل يعني في السنة بتاعته في الطريقة بتاعته في القمة. فما عارف هل أراد الناس أن يتبعوا المثل ده مثلا عشان يكونوا يعني يتبعوا ولا ده ضربوا. ولو أنه نحن بنجد ناس غير مسلمين زي حاتم الطائف هناي كان أي حاجة عنده ممكن يديها رغم أنه ذاك ما كان زول متبع يعني دين خاص وإنما كان متبع مسل هو بآمن بها براه. وبنعرف من قصة تاريخ واحد اسمه النميري ولا كده عنده جرعة موية ولقى واحد عطشان كان ممكن الموية عايشون الاثنين ده يشرب نصها وده يشرب نصها قام الدالة داك وهو مات خلى داك حية وهو مات. بينما لو قسمه كان ممكن تتقسم بيناتهم الاثنين ممكن يعيشوا لحد ما يلقوا لهم موية تانية. دل السؤالين. السؤال الثالث الحقيقة بعيد عنهم وعاوز الحقيقة أتكلم يعني شوية عن مسألة المرأة وكده. وأفتكر الدين برضو الأديان زي ظلمة يعني من بدري زي ظلمة المرأة يعني من الأول ما أصل الإنسان والرجل والمرأة زي خلقوا في وقت واحد. ما أعرف ليه أصلا يعني المرأة زي اتخرجت زي أضعف من الراجل كده اللي ما مساوية له من الأول زي الدين أراد كده. ليه أنا ما أعرف لأنه ما شفنا كله في الرسل كلهم نبي مثلا مرأة أو رسول مثلا. وبعدين حتى الدين الإسلامي اللي ختم الأديان كلها ودلوقتي مثلا في آخر في أحسن فهمي ليه أنه المرأة لازم تساوي الرجل برضو في المحاكم وفي كده إلا إذا كان الواحد يتطور في الفهم برضو في الشهادة لازم شهادة امرأتين حتى تكون مساوية لشهادة الرجل. وأنا ما أفتكر المرأة يعني زي أقل من الرجل في تقدير للأمانة لأن الشهادة مسألة أمانة يعني ليه مثلا يشهدوا مرتين يعني طالما هي ممكن تأدي نفس الشهادة وحاجة بالشكل زي ده. إن شاء الله بس بتكون فروع مش أصول يعني. لا السؤال الأول ليه الدين يكون صعب كده؟ لأنه الكلام عن الأصول الأصول معناه معرفة الله معرفة أسراره في حكمته في إنزال القرآن في تسييره للناس. فدي أنت لابد أن تنتظر أنها عندها عصمتها وعندها صونها عن الابتذال الممكن لقلوا الناس بالصورة دي. وإنت شفت قيل هنا لأنه نحن عايزين نتكلم عن تطوير التشريع عن مرحلة معينة من مراحل تطور البشر ما ينفع فيها الاجتهاد فيما ليس فيه نص. ده لابد أن نفوته. راح نجتهد فيما فيه نص. لتجتهد فيما فيه نص لازم تعرف الحكمة وراء النص. هي جي صعوبة الدين. هسا أنت تكلمت مثلا في سؤالك الأخير قلت أنه الأديان ظلمت المرأة ده غير حق.
الشرائع أدت المرأة حقها في مستواها التطوري ودعت. الدين صعب لأنه إذا كان أنت تتكلم بالصورة دي عن الدين أنت في الحقيقة لبخت كثير فيما لا يجب أن تخوض فيه. لما تقول الدين ظلم أو حتى تقول مثلا ليه خلقت ضعيفة، ما هنا أنت مشيت لتتهم العدل الإلهي وقررت بكل بساطة. لكن الوضع ده عدل وماشي للوقت اللي بتكون الفضيلة مش بالقوة، ده موضوعك. يعني الإنسان مثلا أضعف من الأسد، لكن العدل والرحمة الإلهية جعلته أضعف من الأسد ليترقى عقله مش تترقى عضلاته، مش يحل مشكلته بالقوة العضلية، ما في كرامة فيها. فالمرأة إذن ماشية للوقت اللي تكون برخاوتها وبضعفها أكمل من كثير من الرجال، لأنه العبادة في حقيقتها في مواجهة الربوبية ضعف مش قوة. من عرف نفسه فقد عرف ربه، وقالوا من عرف نفسه بما هو عليه من الضعف عرف ربه بما هو عليه من القوة. فالضعف إذن تطور في آخر الأمر بيصير إلى كمالات العقول والقلوب. في المرحلة المعينة اللي يعطيت فيها المرأة فرصة على النصف من الرجل زي ما قلنا قبل، السبب فيه أن المجتمع كان خارج من شريعة الغابة لتو، وأن الفضيلة للعضل. لكن دي مرحلة، دي فروع مش أصول. عندك سؤال بين الأول والأخير ما أذكره؟ أي أنت هذا برضو من الكلام ما حقه يقال. إذا كنت أنت بتقول أنه أنت بتفتكر أنه عمر اتبع الأولى، إذا كنت بتفتكر كذا يبقى النبي اتبع غير الأولى. توّن أنت مواجهة بالصورة دي، النبي هو النموذج هو القدوة. بعدين إحنا مامورين بالسير، وعمر ذاته لما دفع نص ماله محاول أن يسير لأنه بيعرف الزكاة بالزكيه، وأبو بكر لما نزل عماله محاول السير نحو النبي لكن عارف الزكاة بالزكيه. لكن ربنا قال قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. هم بذلوا مجهودهم. انت هسه لما تمشي من هنا اذا كنت عايز تتبع النبي ما قال لك ادي الشيل ده وامشي برجليك الا اذا كنت ما بتقوى، الا اذا كنت بتقوى بتجد فيها متعه. لكن قال يسالونك ماذا ينفقون قل العفو، العفو ما زاد عن حاجتك الحاضره. اذا كان الشيل ده للطراحه يمكن ان يدخل فيما لا تنفقه. فالمساله انا بفتكر انه انت تكلمت فيها بكل بساطه. انا افتكر انت اديتنا نموذج للموضوع اللي قلناه ان المثقفين ما بيهتموا للدين، بيتكلموا فيه بكل بساطة. الآية اللي بتقول كده مثلا هنا قال ربنا ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط. دي لضعف الناس. لكن نبينا أنفق كل ما في يده وكان الأولى معاه هو. لكن لو كلفوا الناس بأن ينفقوا كل ما زاد عن حاجتهم لبقت الشريعة مشقة عليهم. الأمر كله في الحقيقة واضح في صور وفي في مراحل. ما في ظلم، هو وضع العدل في مكانه. نعتذر للسادة الذين يودون الأسئلة لضيق الوقت، ونشكركم جميعا لحسن الاستماع وشكرا.